السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أن يحبك بالله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ أنا كنت في ليبيا. وبعد؟ أنا من مطروح عامة، كنت في ليبيا. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك قعدت 5 شهور في ليبيا ورجعت. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. وعجبت عقدة نفسية وتعبت. جات لك عقدة نفسية ليه بس؟ أنت رجل مسلم. نظام اكتئاب يعني. لماذا يا شيخ؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ زعل ليه؟ زعلت يعني. لا تحزن، المهم وبعد. المهم أنا جيت هنا لمصر، جيت لبلدي واتجوزت وعشت تمام. الحمد لله. وعايز أروح تاني، أمي رافضة إني أروح. خلاص اسمع كلام أمك. الله يبارك، اسمع كلام، اسمع كلام امك، خايف عليك، خايف عليك امك. الله يسلمك. جاء شاب الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اني اريد الجهاد معك، ابتغي الاجر من الله. قال احين والداك؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. وفي بعض الروايات ففيهما فجاهد وربنا لن يضيعك. أمك أمك لا، ربنا ما يضيعك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. وانت ضامن تجد عمل انك ممكن تفتن في القتال والمشاكل اللي حصلة. ابتعد، اسمع كلام العجوز. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. الله يكرمك.